الكرة المصرية ومدرب عام المصري، ده اللي هبدأ معاك بيه الأول بعد ما أقول لك إنك وحشنا ومبسوطين جدا إن إحنا نسمع صوتك. حبيبي يا نجم، عامل إيه انت يا عارف كابتن؟ يا هاني، انت اخويا وحبيبي وانا بحبك جدا على المستوى الشخصي، وأنا كمان. وسعيد ان انا معاك. أنا كمان هبارك لك وهقول لك مبروك على المنصب الجديد وعلى الفوز، لكن الأول عايز أسألك على ماتش مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ده تتوقع إيه اللي يحصل بكرة؟ مدريد هيفضل مدريد، يعني ريال مدريد لعبوا في اي بطولة بعيد عن الشامبيون ممكن تعمل معاه اي حاجه، انما في الشامبيون اعتقد ان الامور بتبقى مختلفه والوضع بيبقى مختلف. انا مش عايز طبعا يعني ايه يعني ان انا اقول ان هم سهل ان هم يكسبوا مانشستر، هم بيلعبوا برضو فرقه من افضل الفرق في العالم حاليا، صح؟ عندهم قوه زي ما انت كنت بتقول دلوقتي يا هاني، يعني بتقول دي بروني، باندوجان، هالاند، معاهم الداهيه جوارديولا بره، صح؟ فماتش مميز جدا، ماتش جميل، ماتش كلنا هنستمتع بيه ان شاء الله بيه. ان شاء الله زي ما استمتعنا لما سمعنا اسم الكابتن طارق السيد واسم الكابتن احمد الكاس برفقه المخضرم الكابتن ميمي عبد الرازق في الجهاز الفني للمصري، والنهارده اول مباراه وفوز على بترول اسيوط، عديته من اي احتمال لمفاجاه قدام بترول اسيوط؟ اي ايه؟ من اي مفاجاه مزعجه بالنسبه لكم؟ بص يا نجم، احنا يمكن انا جيت امبارح المعسكر في الليل، يا عم ما الموضوع كله كان امبارح بالنسبه لي انا شخصيا. ايوه الدكتور ميمي كان بقاله تمرينتين ماسك الفرقه، كابتن احمد الكاس اشتغل تمرينه واحده، فعارف انت ايه يعني هي مجلس الاداره ومستر كامل والمجلس كله لما جه يختار الجهاز ده، اعتقد ان اختياره كان مميز من حاجات، مش عشان انا شغال فيه، اسماء محترمه، سواء الدكتور ميمي راجل كان موجود في قطاع الناشئين وايده في المطبخ من بدري جدا، جاب اسم كبير جدا 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 واسم انا بفخر ان انا بشتغل معاه كابتن احمد الكاس، وجاب طارق السيد اللي هو الشاب الطموح اللي عنده طموح ان هو عايز يبقى حاجه في التدريب ان شاء الله باذن الله زي ما كان في الكوره قبل كده ان شاء الله. فهو تشكيل جهاز الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا او وفق مجلس الاداره في اختيار الجهاز ده، بنكمل شغل الجهاز المحترم اللي قبل كده بقياده الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن وجهازهم، احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه لشعب بورسعيد، وانا يمكن مش غريب عن المكان لان انا اشتغلت فيه قبل كده 2014 كمدرب مساعد، التايتل اختلف دلوقتي في وجود قامتين كبار زي ميمي راجل بقاله عمر مدير فني وراجل اصلا اوريدي كده محاضر في الرخص اللي احنا بناخدها دلوقتي، وفي وجود كمان الكابتن احمد الكاس حاجه من الناس اللي هي ابدعت في كاس العالم 90 قبل كده، فربنا يوفقنا ان شاء الله يا رب نقدر نعمل حاجه للشعب بورسعيد وللنادي المصري، لان الناس بصراحه يعني عقد امال كبيره جدا على الجهاز ان هم يقدروا يعملوا حاجه في الفتره اللي جايه. كنت سمعت بمناسبه انك اتكلمت على يعني حللت كده الاختيارات والتشكيله بتاعه الجهاز الفني، راي اتقال، فعايز اسمع رايك انت، انه فكره الرجل الاول دي تبقى مقلقه، انه في الاخر دكتور ميمي عبد الرازق طبعا هو الرجل الاول والاسم الاكثر خبره، كابتن احمد الكاس تولى مسؤوليه كرجل اول في كذا نادي، كابتن طارق السيد نفس القصه تولى مدير فني في كذا نادي، فوجودهم مع بعض في جهاز فني هل ممكن يضر؟ ده كان تساؤل طرح، فانت بتشوف ده ازاي كابتن طارق؟ طب اللي شاف الماتش النهارده اتفرج على الجهاز كويس وهيشوف التعاون، مدى التعاون اللي موجود في الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي. كلنا كجهاز فني بنساعد طبعا في البدايه دكتور ميمي كراجل مسؤول اول، وانا عن نفسي يعني وكابتن احمد الكاس نفس الحكايه من اللي انا شفته النهارده منه، احنا بنساعد الراجل المدير الفني، مفيش اختلاف ان احنا عندنا طموح انما ما عندناش استعداد ان احنا نفكر ان احنا ناخد مكان الراجل اللي جابنا واللي وثق فينا، لان احنا بنحترم نفسنا جدا. الحاجه الثانيه ان الدكتور ميمي نفسه هو اللي طلبني وطلب ان انا اكون موجود معاه. ايوه
فدي حاجه بالنسبه لي اسعدتني جدا. وهو عارف وقال لي لما حتى لما اتكلم معايا قال لي انا عارف ان انت مدير فني محترم ومدير فني كبير وان شاء الله جاي في المستقبل. انا عايزك تيجي تساعد معايا في ان احنا نعمل حاجه للنادي المصري. الكلمه كانت بالنسبه لي من شخصيه محترمه زي الدكتور ميمي. صح. كانت كلمه مؤثره جدا وخلتني ما افكرش ان انا على فكره معلومه للناس تفهمها يعني او تعرفها. انا لحد دلوقتي ما اتفقتش على فلوس مع النادي المصري، لحد دلوقتي ما اعرفش انا هاخد ايه، لحد دلوقتي ما مضيتش عقد مع النادي المصري. ورغم كده وافقت وانضميت وخدت اول مباراه كمان. لان الكلام من المجلس بقياده مستر كامل وبقياده الدكتور ميمي اللي كلمني بعد احد اعضاء مجلس الاداره اللي كلفهم الدكتور مستر كامل ان هو يكلمني. ايوه. حسيت ان انا رايح في مكان الناس بتتعامل معاك بحب وبتقدير وباحترام وعارفين قيمتك، وفي نفس الوقت انا عارف قيمه النادي المصري كويس جدا هاني، لان أيوة. انا اشتغلت فيه قبل كده، عارف قيمه الجمهور بورسعيد كويس قوي، فما كانش في تفكير غير ان انا حتى يمكن الكلمه اتقالت لي. قلت لهم طب انتوا عايزيننا اجي لكم بقى في ماتش النهارده. والكلام كان امبارح. يعني متاخر الساعه مثلا 8 بالليل او 9 بالليل بعد يعني في ظل ان انا دلوقتي متاخر يعني. ايوه. طب انتوا عايزيني اجي مثلا بعد الماتش؟ لا ده احنا عايزينك تيجي دلوقتي وتحضر معانا الماتش بكره. فالكلام كان بالنسبه لي ان انا ليا دور او هيبقى ليا دور، والراجل النهارده بما يرضي الله هاني في الماتش في المحاضره وفي التغييرات وفي كل حاجه. الراجل مدينا دور كبير جدا جدا، ومدينا ثقه كبيره جدا. ان شاء الله باذن الله احنا نكون عند حسن ظنه فيها وحسن ظن مجلس الاداره فيها ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا، هل يعني من خلال متابعتك ما قبل التواجد جوه المصري، ومن خلال بقى الكام ساعه اللي حضرتها الى جانب مباراه النهارده، عاملين كده ملخص اللي ممكن اللي يحتاجه الفريق في المرحله الحاليه؟ طيب بص يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا، ان احنا عندنا في خمس ست اصابات مؤثره جدا. مروان حمدي، الجلاصي بتاع دغموم، زياد كمال، في اكتر من ست اسماء، حسين السيد، في اكتر، مش عايز انسى حد عشان برضو اللعيبه بتزعل من الحته دي. في اسماء مهمه جدا في التشكيل الاساسي في النادي المصري. انما النهارده اللعيبه اللي لعبت المباراه اثبتوا ان هم على قد الثقه بشكل كبير جدا. اكتشفنا النهارده اكتشافات مهمه، لعيبه عملت ماتش، في بعض اللعيبه ظهرت بمستوى كويس جدا، او الفرقه كلها ادت بشكل كويس جدا. بنشتغل الفتره دي على اللي في ايدينا، لان احنا يعني انت ما فيش ترانسفير دلوقتي ولا في ترانسفير جاي، انت بتنهي موسم، و بنشتغل. الطموح اللي موجود جوه النادي المصري هاني ان انت تحصل على بطوله كاس الرابطه، لان انت وصلت قبل نهائي وهتلعب الماتش يعني في كاس الرابطه، الماتش اللي جاي في كاس الرابطه. لان احنا الماتش الجاي في داخليه في الدوري، عندكم دوري الداخليه. فالماتش اللي جاي في كاس الرابطه هتلاعب فيوتشر حامل اللقب، فلو كسبت هتوصل نهائي بطوله. فالناس عشمانه جدا في الجهاز، وعشمانه جدا في اللعيبه اللي موجوده. صح. ان هم يقدروا ينافسوا بطوله الرابطه ويقدروا يحصلوا عليها، تبقى بطوله مهمه للنادي المصري. زائد ان احنا شغلنا الشاغل دلوقتي ان احنا نكمل بقيه لعيبتنا المصابين ونحاول نجهزهم، اللي بين يرجع الفرقه فعندك كل الحلول اللي تقدر تشتغل بيها. انا لسه ما نزلتش تمرين. تمام. الدكتور ميمي اشتغل تمرينتين، الكابتن احمد الكاس اشتغل تمرينه. هنشتغل الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نحاول ونجتهد ان احنا نحقق طموح مجلس الاداره وشعب بورسعيد كله باذن الله، بالفوز بكاس الرابطه ان شاء الله باذن الله. واتبسطت جدا ان احنا سمعنا صوتك كابتن طارق، ومبروك المنصب الجديد، وكل التوفيق ان شاء الله، كل امنياتنا ليكم بالتوفيق والنجاح في المرحله المقبله، ومبروك الفوز النهارده. نورنا الكابتن طارق السيد، نجم الكره المصريه ونادي الزمالك السابق، المدرب العام.